اتقان المواصفات ده شيء كويس جدا ان هو يتعمل في اي مكان، لكن طبعا ان انت تمسك صادرات دوله معينه وتقعد تعمل عليها ده بشكل اسبوعي، فانت بتشكك الناس، عايز توصلهم ان هم ما يستهلكوش المنتجات المصريه، فبالتالي توقف المنتجات المصريه. عملوا تعميم تاني للمفتشين، قرروا فيه منع استيراد الفراوله المصريه المجمده. فطبعا اهلا وسهلا بعوده قطر لساحه الاحداث، لكن عايز اقول للاخوه القطريين فكروا تاني، فكروا تاني وفكروا كويس. محدش عارف مين هيحتاج مين، وكلها 3 شهور. بالمناسبه نسخه القرار موجوده عندي. النهارده كان اول يوم دراسي في مصر. الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام قال انه تم تحميل الكتب التفاعليه على مواقع المديريات عشان الطالب يدخل ويتفاعل معاها، مش بس يتصفحها، لانه هيلاقي رد على اي اسئله واي استفسارات كانه بيتكلم مع